اخبارك؟ الحمد لله تمام. فاكرني؟ شرفت بيك كتير والله، والله اتشرفت بيك كتير. الله يسعدك، ربنا يحفظك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. والله العرب، والله لو عرب بيسجلوا الحلقة دي ازاي لسجلها، اكيد الفيديو ده هيبقى متسجل. لا هخليه مش همسحه. والله انت احلى حاجة النهاردة حصلت لي، اقسم بالله كنت قاعدة حزينة، فالحمد لله دخلتك بالدنيا كلها. ربنا يسعدك يا رب يا مريم، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا بتقابل مع ناس طيبين كده، واكون سبب في تغيير حياة انسان، دي احلى حاجة في حياتي يعني، او اجمل حاجة في الكون يعني كلها.